ونرحب بضيفينا من عمان رئيس برنامج الدراسات الإقليمية في مركز الشرق الأوسط للدراسات دكتور نبيل العتوم. أهلا بك دكتور نبيل. ومن القدس الكاتب والباحث السياسي شلومو جانور. أهلا بك سيد جانور. أبدأ مع ضيفنا من عمان. مفارقات ربما تطبع هذا المشهد اليوم، القمة الدبلوماسية في عمان تنتهي بوعود بشأن آلية الهدن، يحسم وزير الخارجية الأردني بالقول إنه من السابق لأوانه أو شبه مستحيل الحديث عن مستقبل قطاع غزة، ليقولها صراحة بلينكن بأن بناء هذه الآلية يدفع اليوم بتقديم تنازلات، أشار إليها أيضا أن الرئيس الأمريكي. أي تنازلات؟ من سيلتزم بها ومن سيفرضها؟ مساء الخير روبير. يعني كما تفضلت، يعني كشف حتى المؤتمر الصحفي حجم التباين ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الست التي اشتركت في هذه القمة. بداية يعني السؤال المهم والمحوري انه لماذا سارع بلينكن بالعودة الى منطقة الشرق الأوسط، وما الذي استجد خلال هذه الفترة حتى نستطيع ان نفهم طبيعة ما حدث. في واقع الأمر أنا بعتقد أنه الرسالة الأمريكية كانت واضحة في تأكيد الدعم للجانب الإسرائيلي، ومن يعتقد أنه توقف هذا الدعم أو تقليل حجمه يعني فهو واهم، وهذا بيأكد اندفاع إسرائيل بشكل وبلا هوادة في استهداف غزة وممارسة سياسة الإبادة بشكل غير مسبوق. الأمر الثاني أنه يعني التباين حتى في المواقف الأمريكية روبير، يعني هذا بذكرني بأغنية فيروز تعو لتيجي، يعني الآن هم بيتحدثوا عن أهمية الهدنة الإنسانية وبيقولوا أنه الهدنة الإنسانية معناها توقف العمليات العسكرية، توقف العمليات العسكرية معناها عودة حماس بشكل ربما قد تقوم بعمليات عسكرية حربية على غرار ما حدث في البداية هذه العمليات في 7 أكتوبر. ثم بتحدثوا عن الدفاع عن النفس وأهمية الحفاظ على المواطنين المدنيين الفلسطينيين. يعني شوف هذا التناقض بشكل غير مسبوق. وأيضا ما يتعلق بالسؤال اللي طرح على بايدن على بلينكن فيما يتعلق ب حل الدولتين، كان واضح أن هنالك اختلاف عميق ما بين الدول العربية المشاركة، أنه من المبكر الحديث عن هذا الموضوع في هذا التوقيت بالذات. الحديث الآن لابد عن هدنة عسكرية، عن هدنة إنسانية، عن الرهائن. سأتوقف عند يعني أنت فصلت بشكل شديد الوضوح. سيد شلومو، تبعت مع ضيفنا من عمان، الهدنة العسكرية أو الهدنة الإنسانية؟ كل الأطراف الدولية تتحدث عن الهدنة الإنسانية فيما يشتد القصف، استهداف الأحياء السكنية المكتظة، المستشفيات، المدارس، الأطقم الطبية، قوافل سيارات الإسعاف. أي ضمانات اليوم سيقدمها الجانب الإسرائيلي مع اشتداد المعارك والحرب تدخل يومها 30؟ للتوضيح، لا مكان لوقف إطلاق النار، لأن وقف إطلاق النار في هذا الظرف من الزمن معناه الحفاظ على ما تملكه حماس من قدرات عسكرية، أي تكرار الأعمال الاعتدائية في المستقبل على إسرائيل. فلذلك لا يمكن القبول بذلك، وهذا التطابق في الرؤى الإسرائيلية والأمريكية على حد سواء بأنه لا يمكن التسليم بوقف إطلاق النار، ولا يمكن التسليم بإعادة الوضع إلى ما كان عليه في 7 أكتوبر، أي قدرات حماس والحكومية والعسكرية التي كانت ستظل على ما هي عليه في حال وقف إطلاق النار اليوم. وهنا يجب التمييز بين وقف إطلاق النار الغير مقبول وبين المساعدات الإنسانية التي تقدم والتي هي أخذ بالازدياد يوما بعد يوم، وهي تسد الحاجة لسكان جنوب قطاع غزة. بالنسبة للهدن الإنسانية، فهذه هي النقطة، ربما تباين في الموقف الإسرائيلي والأمريكي، ولكن موقف إسرائيل واضح تماما، لا يمكن موافقة على هدنة إنسانية بدون الإفراج عن المخطوفين أو عن بعض المخطوفين، وهذا هو شرط إسرائيلي
واضح للعيان، واضح للولايات المتحدة، واضح للكل. فهنا شيء مقابل شيء، ولا يمكن لإسرائيل أن تتنازل عن هذا وأن تقدم مساعدات والمساعدات الإنسانية وفترة تتوقف عن الكلام. سأعود معك أستاذ شلومو إلى كل هذه النقاط، وتحديدا أريد منك شرح أوضح للاستراتيجية الإسرائيلية. ولكن دكتور نبيل، عندما فصلت بين الهدنة الإنسانية والهدنة العسكرية وذهبت يعني إلى هذه القراءة مع سيد شلومو، تحدثت أيضا عن قراءة ربما أبعد لعودة بلينكن، ولكن هناك مسؤولية وتبعات معنوية إنسانية قانونية متصلة بالغضب أو الرأي العام العالمي للمشاهد التي تحصل في غزة على مدار الساعة وهذه الصور، وأنت تتابع بطبيعة الحال التظاهرات في مختلف عواصم ومدن العالم. أي تبعات اليوم على الولايات المتحدة وعلى الطرف الأقوى في المفاوضات؟ سؤال مهم روبير. يعني بعتقد رح يكون هنالك تبعات كبيرة على الإدارة الأمريكية. بداية في هنالك نقطة مهمة ومحورية، أنه استمرار عملية القصف وعدم الوصول إلى هدنة إنسانية تمهد للإفراج عن المحتجزين، معنى أن هنالك ضوء أخضر أمريكي. هذا هو الذي سوف يفهم للموافقة على الاستراتيجية الإسرائيلية أو على البروتوكول الإسرائيلي فيما يتعلق بمبدأ حنا بعل الذي يقضي باستهداف المحتجزين. وانت بتعرف روبير انه هؤلاء المحتجزين بيتبعوا ل 41 جنسيه، من ضمنها جنسيه تابعه للولايات المتحده الامريكيه، جنسيات غربيه وغير غربيه، وبالتالي الراي العام سوف يفهم انه هنالك موافقه ضمنيه من جانب اداره بايدن باستهداف هؤلاء المحتجزين، وبالتالي هذا سوف يؤجج المشاعر، بالاضافه الى انه الولايات المتحده الامريكيه في العام القادم هنالك انتخابات رئاسيه. هو حريص الإدارة الأمريكية على الحصول على أصوات الجاليات العربية والمسلمة الموجودة داخل الولايات المتحدة، لكن ضمن حتى الحزب الديمقراطي، يعني اليوم كان في هنالك 18 نائب ديمقراطي طلبوا بهدنة إنسانية، طلبوا بوقف إطلاق النار، بالتالي هذا أحرج الإدارة الأمريكية وبدأت تفكر ربما برؤية جديدة. لكن أنا روبير يعني لما استمعت إلى المؤتمر الصحفي وحديث وزير الخارجية الأمريكي وجدت أنه لا يوجد هنالك تحول يذكر، التحول فقط في اللهجة. وواقعيا هي كما ذكر شلومو هنالك موافقة للجانب الإسرائيلي فيما يتعلق باستمرار عمليات القصف وعمليات الاستهداف. وإذا بتذكر لما إجا بايدن في زيارته الماضية إلى إسرائيل قبلها بيوم تم قصف المستشفى المعمداني، لما إجا الآن حتى بلينكن كان هنالك قصف لمجزرة جباليا، وبالتالي يعني هذا بيعطيك مؤشر خطير جدا على أن الجانب الأمريكي للأسف الجديد هو يقف ولا زال يصدق السردية والرواية الإسرائيلية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى حديث وزراء الخارجية اليوم كان واضح أنه هذا البناء التحالف الإقليمي القائم على المصالح، على إيجاد مظلة أمنية إقليمية من خلال التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، إذا كانت واشنطن حريصة على استمرارها وبقائها، ينبغي وقف الانتهاكات الإسرائيلية، ينبغي العودة، ينبغي الحديث عن هدنة، الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف العمليات العسكرية، وبالتالي سوف ينسف الأمن الإقليمي برمته. أنا بعتقد أنه ما بين السطور ولا ما تم الحديث عنه في الجلسة المغلقة هو ما بعد سيناريو ما بعد العمليات العسكرية، هذا ربما سابق لأوانه كما تحدث أحد وزراء الخارجية العرب. لكن قال نقطة مهمة أنه هنالك نحن مقتنعون كما قال بلينكن على أنه قبل 7 أكتوبر ليس كما بعد 7 أكتوبر بالنسبة لحل الدولتين، بمعنى استبعاد حركة حماس أو تفكيكها أو التفكير بآلية جديدة. هذا الأمر بعتقد أنه يعني مجافي للواقع في هذا التوقيت بالذات، وربما هذا سوف يصب مزيد من الزيت على النار. ربما 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 أستاذ دكتور نبيل، الرد جاء على لسان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالنت عندما قال بأن هذه الحرب قد تستمر أشهر وربما سنة، وهذا يمكن رد مباشر. سيد شلومو، لافت في الصحافة الغربية في اليومين الأخيرين، الصحف الأمريكية، الفرنسية، البريطانية، الإيطالية وحتى الإسبانية تتحدث عن تحول غزة إلى مقبرة أطفال، عن المجازر آخرها مجزرة جباليا ومجزرة أيضا مستشفى الشفاء. ف
فضلا عن استهداف عدد كبير من المدن أو الأحياء التي كانت آمنة في الأسابيع الثلاثة الأولى. إلى أي اتجاه أو استراتيجية تذهب وزارة الدفاع الإسرائيلية استهداف الأنفاق وإعلان حماس مقتل عشرات المحتجزين داخل هذه الأنفاق المدمرة بشكل كامل؟ أعتقد بأن الرد على هذا السؤال الوجيه هو معروف، فهو محدد وفقا للقرارات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية والتعليمات التي أصدرتها للقوات الإسرائيلية، أي بالدرجة الأولى والمهمة الأولى تفكيك القدرات حماس العسكرية والحكومية بمعنى الكلمة، والهدف الثاني الإفراج عن المخطوفين الإسرائيليين. ولذلك إذا عدنا إلى المهمة الأولى المكلفة بالقوات الإسرائيلية فهي ستسعى جاهدة مهما طال الوقت إلى تفكيك البنية العسكرية والحكومية لقطاع غزة، وهذا ما نشهده طوال الثلاثين يوما الأخيرين والأخيرة. ولذلك لا يستغرب، ما هو يستغرب بأن حماس تمنع من السكان العزل في شمالي قطاع غزة الذين بقوا ولم يستجيبوا بعد إلى النداء الإسرائيلي بالتوجه إلى منطقة الجنوب، وهم سواء عن رضا أو بصورة إجبارية من قبل حماس هم داخل شمالي قطاع غزة ويتعرضون لما يتعرضون له. القصف الإسرائيلي هو ليس متعمد للسكان بل متعمد ويخص بصورة خاصة تلك المنشآت العسكرية التابعة لحماس وكل ما هو تابع لحماس، أي وحماس استعمل السكان كدروع بشرية. ولذلك لا يستغرب لما نشهده الآن من مشاهد مأساوية للأسف الشديد، ولكن هذا نتيجة أفعال وقرار حماس في 7 أكتوبر عندما شن الهجوم المفاجئ على إسرائيل، شن الحرب على إسرائيل وأخضع إسرائيل للدفاع عن نفسها والقيام بصد هذا العدوان. ولذلك عندما تقوم بما تقوم به إسرائيل هو حفاظا أولا دفاعا عن النفس بموجب الحرب التي فرضت عليها، ثانيا لتفكيك البنية الإرهابية العسكرية والحكومية لحماس لكي لا تتكرر مثل هذه المظاهر في المستقبل. هذا هو الجواب الإسرائيلي وهذا ما نشهده، ولا يمكن طمس الحقائق أو تغيير عادة الأساطير بالنسبة لمن هو اعتدى ولماذا هذه الخسائر. الكل واضح، وهذا ما سنشهده بالرغم من المآسي، وأؤكد على كلمة مآسي وكل ما تلحقه حرب من دمار، ولكن إسرائيل لم تسبب ذلك، إسرائيل فرضت عليها هذه الحرب. دكتور نبيل، يعني مقابل ما تفضل به السيد شلومو داخل الإدارة الأمريكية هنالك جدل كبير بين داخل الكونغرس بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن الضغوطات التي تتعرض لها الولايات المتحدة والخزينة الأمريكية جراء هذا الدعم العسكري، ولكن الحرب الطويلة لها فاتورة قانونية متصلة بالملف الإنساني الشائك والمعقد والمأساة الحاصلة، ولكن لها أيضا تداعيات سياسية مباشرة. هذا الضغط هل ستبقي واشنطن؟ وقد نقلت مواقع أمريكية عن وزير الخارجية أنتوني بلينكين بأنه في زيارته الأول أمس قال وطالب الحكومة وطالب نتنياهو بهدنة تمنح الوقت للعملية البرية وتخفف الضغط السياسي على الولايات المتحدة. يعني هذا أمر مهم، لكن هل استجابت إسرائيل؟ لم تستجب، وبعتقد أنه روبير لو كان هنالك إرادة أمريكية بهذا الاتجاه لاستطاعت الضغط على الجانب الإسرائيلي في هذا الجانب. وأنت بتعرف روبير أنه يعني استراتيجية إسرائيل في التعامل مع قطاع غزة هو دائما هو استخدام الجانب العسكري، يعني شنت 5 حروب على قطاع غزة منذ ديسمبر من العام 2008 ولغاية الآن. ماذا حققت هذه الحروب؟ هل استطاعت كما يقول الضيف، هل استطاعت تفكيك حماس؟
هل استطاعت إضعاف حماس؟ لم تستطع ذلك، وبالتالي طالت أمد هذه الحرب. اليوم يعني في الإعلام الإسرائيلي، وزير الدفاع الإسرائيلي بتحدث على أنه الحرب سوف تستمر لمدة سنة. أنا أستبعد ذلك. هل هي رسالة لمن؟ للداخل الإسرائيلي؟ هذا سوف يحبط الإسرائيليين. هل هي رسالة لحماس؟ هل هي رسائل للدول الإقليمية؟ هل هي رسائل لدول أخرى تقف أو تدعم حماس كما تقول إسرائيل، مثل إيران أو غيرها؟ أنا ما أعتقد أن إسرائيل لديها القدرة، حتى قياسا على التجارب التي مرت فيها الحروب العربية الإسرائيلية، أن تستمر لمدة عام. لأنه أبو روبير هناك ثلاث مستويات: مستوى القيادة السياسية الآن فقدت مصداقيتها داخل الشارع الإسرائيلي تجاه الرأي العام، بتقول على أنه نتنياهو حصل على 27%، وهذا تراجع كبير. القيادة أيضا العسكرية هي باتت منهكة. إلى متى سوف يستطيع جنود الاحتياط الآن اللي بيقاتلوا في غزة، اللي لهم وظائف اقتصادية، مزارعين وغيرها، يستطيع الاستمرار في هذه الحرب؟ تداعيات ذلك على الاقتصاد الإسرائيلي، تداعيات ذلك أيضا على الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بحرب أوكرانيا، فيما يتعلق بعلاقتها الصراعية مع الصين، خوفا من استغلال روسيا لما يجري في الشرق الأوسط لتحقيق إنجازات في الملف الأوكراني. وبالتالي أنا بعتقد أنه إضافة إلى ما تفضلت في هذا، أيضا يعطي أو يفرض عبء على الولايات المتحدة فيما يتعلق بالملف الإنساني، ملف حقوق الإنسان، على الرغم من أنه تجربتنا يعني ليست جديدة مع أمريكا في التعامل مع دول المنطقة. هي استخدمت الآلة العسكرية، وهي نفسها استخدمت واستهدفت المدنيين والأطفال في أفغانستان، في العراق في العام 2003 أبو غريب وغيرها، وأيضا العمليات التي قامت فيها في الفلوجة وفي الموصل وفي غيرها كانت تعتمد على سياسة الإبادة وسياسة المحارق الجماعية وغير ذلك من هذه الاستراتيجيات. وبالتالي أنا بعتقد أن سياسة واشنطن للأسف الشديد، كما هي سياسة إسرائيل اليوم، ليست هي سياسة نظيفة في التعامل مع الأزمات الإقليمية. وبالتالي يعني ربما أن حالة الاصطفاف الدولي روبير هي التي خلقت الإشكالية الحقيقية، وخلقت حالة الإرباك الدولي حتى بالنسبة للدول العربية التي تعتبر نفسها حليفة لواشنطن، أنها إلى متى سوف تستمر في التحالف مع واشنطن ضمن هذا السياق. واليوم أنت أكيد تابعت المؤتمر الصحفي، يعني ما ظلش غير وزير الخارجية الأردني خلافا للأعراف الدبلوماسي واللغة الدبلوماسية أنه يطبل على الطاولة ويقول له كفى استهداف للأطفال، نريد هدنة إنسانية، نريد وقف العمليات العسكرية، نريد وقف هذا السلف الإسرائيلي بشكل غير مقبول. هنالك رسائل أيضا تم توجيهها من قبل العاهل الأردني في لقائه مع بلينكن، كان واضح في الحديث عن أهمية الهدنة الإنسانية، وقف العمليات العسكرية، تداعيات ما يحدث على الأمن الإقليمي والأمن العالمي برمة الحديث عن حل الدولتين باعتبار القضية الفلسطينية هي قضية مركزية وهي وراء دوامة العنف والصراع في المنطقة. وبالتالي يجب التفكير برؤية جديدة، بآلية جديدة للتعامل مع القضية الفلسطينية حسب مرجعيات اتفاقيات السلام، حسب مرجعيات قرار 242 338 181. وإسرائيل روبير أنت بتعرف كانت خلال الفترة الماضية تتنصل من عملية السلام، يعني دخلونا في أوسلو وبوادي عربة وواي بلانتيشن. سأنهي هذا الحوار مع كل هذه النقاط المتصلة باستعادة السلام ودور الوساطة العربية والاجتماعات السابقة، ولكن سيد شلومو، وول ستريت جورنال تحدثت عن نقطة بالغة الدقة نقلتها أيضا تايمز أوف إسرائيل، وهي حصول حزب الله في لبنان من مجموعة فاغنر الروسية، وهنالك مفاوضات حاصلة وفق الأجهزة الاستخباراتية الدولية الأمريكية أو حتى الإسرائيلية بأنه يتم تسليم حزب الله منظومة دفاع جوي روسية، وهذا ما يشكل قلق كبير. الساعات الأخيرة كانت شهدت ضربات ارتدادية في جنوب لبنان، هل ستتوسع هذه الجبهة؟ وماذا عن انعكاسات كلام أمين عام حزب الله حسن نصر الله بالأمس؟ بالنسبة لمنظومة بينتر 1 اس اي 22 فحسب الكريملين فهو نفى هذا الخبر وأكد بأنه لا أساس له من الصحة، ولكن في حال وصول فعلا مثل هذه المنظومة الدفاعية البدائية من سوريا، من المستودعات السورية، من منظومة الدفاع السورية إلى حزب الله، فأعتقد بأنها أولا خرقا من قبل سوريا لقواعد اللعبة للخطوط الحمراء، وسوريا تعرض نفسها لخطر الإسرائيلي من جهة، ثانيا
يجب أن نذكر بأن إسرائيل تعاملت مع هذه المنظومة وأنها نجحت في تحييدها في طلعاتها فوق السماء السورية خلال السنوات الماضية. لذلك ليس هناك أي قلق إسرائيلي من هذه المنظومة، ربما له أبعاد سياسية في العلاقات الإسرائيلية الروسية، ولكن روسيا رسميا نفت بأن هذا قد تم. بالنسبة للتداعيات مثل هذا الأمر على الجبهة الشمالية، فأعتقد بأن إسرائيل أيضا لها القدرات على التعامل ليس فقط مع مثل هذه المنظومة بل مع منظومات متقدمة مثل الـSA-300 وما شابه من ذلك، وثبت ذلك بالفعل. لذلك هذا بالنسبة للتعامل. هل أقوال نصر الله أمس ستؤدي إلى تصعيد جديد؟ جميع الاحتمالات واردة في الحسبان، ولكن إسرائيل أعلنت وأكثر من مرة وآخرها هذه الليلة بأنه في حال وقوع نصر الله في نفس الخطأ الذي وقع فيه في 2006، وأيضا في نفس الخطأ الذي وقع فيه يحيى سنوار قبل 30 يوما، فإن مصير لبنان سيكون كمصير قطاع غزة اليوم والذي نشهده كدمار شامل. هذا هو الاحتمالات الواردة. التحذير الإسرائيلي في محله، أعتقد بأن الحشودات والتهديدات الأمريكية سواء لإيران وأيضا لحزب الله لا تزال سارية المفعول. القوات الأمريكية متواجدة، القوات الإسرائيلية جاهزة سواء في الدفاع وفي الهجوم، الكل على هوبة الاستعداد. الكرة الآن في ملعب نصرالله، هل سيتجرأ إلى توسيع وتصعيد الأمور وأيضا لتحمل المسؤولية الكبيرة وهي ما يشهده الآن في غزة قد يطبق على لبنان بأسره؟ هذا هو صورة الوضع كما نراها هنا في إسرائيل. في موازين القوى دكتور نبيل، التحليلات اليوم أيضا تتطرق إلى بناء حماس ترسانة عسكرية صلبة، يعني نجحت على طوال السنوات الماضية من تطويرها حتى محليا في ظل الحصار المفروض على القطاع. هذا أيضا مؤشر مقابل ما قاله وزير الدفاع الأمريكي الإسرائيلي بأنها حرب طويلة وحرب استنزاف والخشية من الحرب البرية ودخول القوات الإسرائيلية. يتراجع هذا الاحتمال بعد شهر كامل من الحرب؟ يعني أنت شفت الاحتمال، هنالك كثير من التصريحات حتى المتضاربة الإسرائيلية، يوم بقول لك دخلنا شمال غزة، يوم الشرق، يوم الغرب، يوم قصف مدفعي وسياسة الإغراق الناري، هي لم تخضع حركة حماس لغاية هذه اللحظة. وانت شفت الآن هذا بدليل انه استمرار الضربات الصاروخية، استمرار عمليات الاستهداف، واكيد اطلعت على الفيديوهات اللي كانت خرجت خصوصا من سرايا القدس ومن كتائب القسام خلال 48 ساعة الماضية. بعتقد انه الآن على الرغم من ذلك، الآن الخشية من اتساع إطار هذه الحرب بحيث انها تأخذ بعد إقليمي. صحيح انه حسن نصر الله يعني خرج علينا بالأمس وكان يعني تصور انه العالم العربي وقطاعات كبيره كانت تنتظر خطابه، هذا دليل على خيبه الامل العربيه من ناحيه وعدم ايمان الجماهير العربيه بقدره السياسات العربيه على ردع اسرائيل، وبالتالي لابد من القوه، وكان هنالك امل بان يتدخل حزب الله، ايران واذرعها. لكن شفت انت لما خرج علينا زعيم حزب الله، يعني كان الخطاب وهو اشبه كانه بمراسل ميداني، مراسل قناه الميادين او مراسل قناه المنار، تحدث مارس دور الاستاذيه على خلاف البرومو اللي طلع قبل 4 5 ايام بمظهر هوليودي، وكانه سوف يكون هنالك تدخل عسكري كبير من جانب حزب الله. وسائل الاعلام الايرانيه كانت تتحدث عن يوم القيامه، خطاب يوم القيامه، وخرج علينا حسين سلامي قائد الحرس الثوري الايراني روبير، وقال حتى تصريح مضحك، قال انه على نتنياهو وعلى الاسرائيليين ان يتعلموا السباحه لانه سوف يتم تدمير هذه الدوله
قريبا، وبالتالي الهروب لن يكون إلا من خلال السباحة في البحر. لكن هذا الخطاب الراديكالي والسلوك الرغماتي على الأرض صاحبه مجيء يعني لأول مرة قاني منذ تسلم قيادة فيلق القدس يأتي إلى لبنان، ويتم الإعلان عن ذلك قبل خطاب حسن نصر الله، ليرسل له رسالة بأنه فقط عليك الالتزام بالتعليمات الإيرانية فيما يتعلق باستمرار إشغال إسرائيل من خلال ما يعرف بالإشغال الناري الجزئي، وعدم توسيع إطار هذه المواجهة إلا ضمن إطار مزارع شبعة وبما يتفق مع القرار الدولي 1701. بالتالي أنا بعتقد أنه مع ذلك ربما قد يحدث هنالك حدث ما قد يفجر الوضع الإقليمي، خاصة روبير أنت شفت الحوثيين دخلوا بدأوا يطلقوا الصواريخ، إطلاق الصواريخ قواعد في العراق وسوريا، هذه الصواريخ والعراق وسوريا وإلى آخره، توسيع إطار الإشغال الجزئي لإسرائيل لتخفيف العبء عن حزب الله اللبناني. ثم دخلت هنالك ميليشيات شبحية وتم نسبها إلى سرايا القدس والكتائب القسام من خلال جبهة جنوب لبنان. وللعلم يعني هذا لا يمكن أن يتم دخول مثل هكذا خلايا دون موافقة ضمنية أو ضوء أخضر من جانب حزب الله اللبناني. كل ذلك يندرج في إطار الإشغال والإشغال المتبادل. لكن في نهاية المطاف دائما فتش عن المستفيد، ما هي الصفقة التي استطاعت إيران أن تبرمها مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى استطاعت أن تضع ميليشياتها وأذرعها الآن في حالة استراحة كما يقولون. هذه الاستراحة يعني تضع كثير من التساؤلات، خصوصا أنه خرج علينا كثير من التحليلات الإيرانية التي تحدثت على استراتيجية إيران في توظيف ما يجري في غزة لتحويل هذه التهديدات إلى فرص من خلال ما يعرف بخلق بيئة تعاونية بدل البيئة الصراعية التي تحكم علاقة إيران بالولايات المتحدة الأمريكية وبدول الاتحاد الأوروبي. بالمناسبة روبير في العام 2015 كتبت صحيفة سياسة روز المحسوبة على الحرس الثوري الإيراني مقال لافت، أنا ترجمته إلى اللغة العربية من اللغة الفارسية وعملت له تحليل، كان عنوانه هل ستعود حماس إلى الحضن الإيراني. طبعا معلومات اللي كانت وردت في هذا التحليل بتقول التالي، تتحدث عن استراتيجية إيرانية لتدمير حماس، لتدمير حماس، وأخشى أشد ما أخشى أن يكون فعلا تم، طبعا لأسباب عديدة من ضمنها كان هنالك حالة صراعية في العلاقة ما بين حماس وإيران نتيجة موقف حماس من الثورة السورية، وأنه لم تقف إلى جانب نظام بشار الأسد في تلك الفترة وعليها أن تدفع الثمن. وقالوا أنه الثمن اللي إذا لم ترضخ حماس يتمثل في ثلاث سيناريوهات أساسية، السيناريو الأول إما تقوية حركة الجهاد الإسلامي على حساب حركة حماس، أو تقوية خلق أنصار الله، أنصار الله في 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 فرع قطاع غزة على حساب حماس أو حركة الصابرين. ومن ضمن السيناريوهات أيضا لتدمير حماس إذا لم ترتدع هو إطلاق صواريخ من جانب خلايا شبحية من قطاع غزة إلى إسرائيل ودفع إسرائيل للهجوم على حركة حماس وتدميرها في تلك الفترة. طبعا هذا بيعطيك طبيعة إيران أنه هي مش دولة عاطفية تبحث عن مصالحها في نهاية المطاف. هؤلاء الأذرع والميليشيات الموجودين كما قال قبل ثلاث أيام حسين شريعة مداري في جريدة كيان في افتتاحيتها، قال أنه إيران لن تنجر روبير إلى مواجهة مباشرة نيابة عن أحد، ولن تقاتل ولن تسمح لإسرائيل بتدمير أذرعها ووكلائها التي أنفقت عليها الكثير، إلا ضمن طبعا إطار المصالح الإيرانية على اعتبار أنه حزب الله اللبناني هو الورقة الذهبية التي لن يتم استخدامها إلا في حالة واحدة، هي توجيه طيب ضربة عسكرية موجعة إلى الجانب الإيراني. سيد شلومو، كل يعني هذه الطروحات والمعادلات، الثابت والأكيد أن المأساة الفلسطينية الإسرائيلية تطرح سؤالين بين من سيهزم ومن سينتصر. الذهاب إلى سلام يقي الفلسطينيين والإسرائيليين كل هذه المشاهد اليومية، الأعداد المرتفعة من الفتورة يعني البشرية والمدنيين والأطفال، من سيذهب إلى السلام؟ وأنت بدأت هذا الحوار بالقول إن الحرب لن تتوقف حتى القضاء على حماس، فيما تتجه واشنطن وزيارات بلينكن المكوكية إلى إحراز هدنة ولو مؤقتة ومن ثم الذهاب إلى مفاوضات. أعتقد بأن الأهداف المحددة لهذه الحرب كما حددناها أيضا تنطوي على الحلول السياسية.
وبما فيها ليس فقط هدم البنية العسكرية والحكومية لحماس، بل أيضا توفير من خلال ذلك توفير الأمن لإسرائيل لكي لا تتكرر مظاهر الاعتداء على إسرائيل، توفير الرخاء وتحسين المعيشة لسكان قطاع غزة، وذلك من خلال آلية جديدة قد يتم إقامتها بعد انتهاء الحرب، وهذا يندرج في إطار البرامج والخطط والأفكار لليوم يلي انتهاء الحرب. وأيضا هو من سيدير موضوع قطاع غزة، هذا موضوع آخر، وفي النهاية سد الطريق أمام إيران من الاستفادة في هذا من هذه الحرب، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. هذا هو الإطار العام الذي يجب التطلع إليه، وأعتقد بأننا لازلنا في المرحلة الأولى وهي المرحلة العسكرية، أي هدم البنية العسكرية والحكومية لحماس. عندما ستكتمل هذه المهمة أعتقد بأن سائر الأهداف ستكون سهلة أمام التحقيق. أشكر ضيفينا جزيل الشكر، السيد شلومو جانور الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من القدس، ومن عمان رئيس برنامج الدراسات الإقليمية في مركز الشرق الأوسط للدراسات دكتور نبيل العتوب، شكرا جزيلا لكما.